حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية بأبرز العناوين. فاجعة الحمدانية، الاستثمار السياسي للكوارث الإنسانية، والارتدادات في المنطقة الجيوستراتيجية. خلافا للتعليمات، وزارة التربية تماطل في إعداد المناهج الدراسية الخاصة بجرائم الحزب المنحل ودعاوى قضائية لحسم القضية. إذن مشاهدينا، رغم أن الجراحة طرية في الحمدانية، لكن هذا لم يمنع من استغلال الموقف الإنساني سياسيا. حجم المأساة وهول المصيبة التي عاشها أهالي المدينة لم تكن سببا كافيا لدفع القادة والمتحكمين بمصائر الناس هناك إلى التفكير جديا في ركن الخلاف واقتلاع جذور هذا التكرار في الحوادث الأليمة. فالأرض تركت رخوة ومفتوحة على احتمالات عدة، خاصة مع قرب استحقاق المحلية وأهمية المنطقة الجيوستراتيجية، حفزت إدامة هذا الصراع حتى في هذه الفاجعة الإنسانية. فكان من الأولى الاستفادة من المصائب لإعادة قراءة الأوليات أفضل مئات المرات من توظيفها سياسيا، لأن الضحايا بطبيعة الحال يستحقون حزنا لا رقصا على الجراح بعد فقد الأحبة والأقرباء. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فأن جرائم الحزب المباد التي شق طريقها الصعب والوعر لتكون ضمن المقررات الدراسية لا تزال صعبة التطبيق لغاية الآن بعد تعثر إتمام الإجراءات للتهاون والتلكؤ من قبل وزارة التربية لتضمين هذه الجرائم الدموية لحقبة قاسية من تاريخ العراق. هذا التعثر حول الموضوع لساحة القضاء بعد رفع مؤسسة الشهداء دعوى قضائية على وزارة التربية لعدم التزامها بالقوانين النافذة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، وابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم، وكذلك الترحيب بعضو شبكة الهدف للتحليل السياسي السيد مؤيد العلي، وأيضا عبر سكايب النائب السابق ينادم كنا. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وأود أن أبدأ معك سيد مهدي. أهلا بك مرة أخرى، ودعنا لا نتحدث عن تفاصيل حادثة وحريق الحمدانية اللي أودى بحياة الكثيرين. في وسائل الإعلام المختلفة جرت الاستفاضة حول أسباب هذا الحريق، وجرى حديث كثير، تحليل وغيره، لكن من الجانب السياسي دعنا نتناول معك وضيوفنا الآخرين. يوجد كتاب اسمه ما بعد الصدمة. تعتقد سيد مهدي أن السياسيين العراقيين قارين هذا الكتاب فعلا دي يطبقوه فعلا، يعني يمكن للسياسة أن تبيح استغلال دماء الناس لأغراض أخرى؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وقناتك ومشاهديك الكرام، وإلى الأخ العزيز ينادم والضيفك الآخر. بداية أيضا أتقدم بحر التعازي والمواساة إلى عوائل شهدائنا والقضاء المنكوب. بالحقيقة يعني فاجعة أليمة، وإن شاء الله يكون بجنات الخلد، وإلى عوائلهم الصبر والسلوان، وإلى جرحانا بالشفاء العاجل إن شاء الله، لأنها كانت حقيقة فاجعة أليمة ومؤلمة لكل غيور، لكل عراقي من زاخه إلى الفاو، باعتبار كانت مناسبة فرح انقلبت الى حزن مع كل الاسف، اضافه الى ذهاب ضحايا لا 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 ذنب لهم سوى انه ارادوا ان يفرحوا.
أما السياسيين فأعتقد المرحلة كشفت كثير من الأمور. سياسينا مع كل الأسف كافة الطبقات، سياسينا لا يأبه بشعور المواطن، بحس المواطن، بما يغلي داخل المواطن، بما يشعر به المواطن. أصبحت هذه الفواجع لهم وليمة، وأصبحت لهم مع كل الأسف، مع كل الأسف يجب أن يتعظوا من هذه. وخاصة أنا أوجه نداء إلى 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 رئاسة الوزراء، إلى السيد محمد شياع السوداني، إلى الحكومة، إلى النواب، يجب أن يستشعروا خطورة هذا الوضع، يجب أن يعملوا على أن لا تتكرر هذه الفاجعة، باعتبار أنه هذه ليس الأولى، أتمنى أن تكون الأخيرة، لأن هذا اللي يذهب بها شبابنا، ناسنا، نساءنا، أطفالنا. شنو ذنب الطفل اللي جاي يتونس ويرتاح، والعريس اللي راح من عنده خمس عائلته، والأخ عندي أخ عزيز يعني راحوا خمسة من أولاد عمه، يعني شنو ذنبهم؟ شنو 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 مصير هذه القضاء اللي صار، هاي الفاجعة اللي مرت بهم؟ أتمنى على السياسي أن يتخذوا إجراءات خاصة في المشاريع الموجودة في العراق كله، ليس في سهل نينوى، أن تكون هناك احترازات، إجراءات احترازية أمنية صحية مدنية، كل هذه الأمور يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. وكفاكم لعبا بمشاعر الشعب، كفاكم استهزاء واستهتارا بمشاعر هذا أبناء هذا البلد. أيضا نرحب مرة أخرى بك سيد ينادم. كان سيد ينادم، المسؤولين والسياسيين العراقيين توافدوا بأعداد كبيرة على بغداد وعلى الحمدانية، لكن كيف يمكن قراءة رفض أهل الحمدانية وأهل المصيبة هذه تحديدا زيارة هؤلاء المسؤولين والسياسيين بشكل خاص؟ ربما رحبوا بعض المسؤولين وبعض المسؤولين لا، لكن تحديدا السياسيين، أحزاب وغيرها، كان رفض من أهالي هذه المصيبة لزياراتهم ومحاولة استغلالها سياسيا. تحية لكم للضيوف الاستوديو بداية، وأود أن أوجه أيضا مجددا تعازية لأهلنا في بغداد وللشعب العراقي، وأشكر كافة المسؤولين والشيوخ والشخصيات رئاسة البلد اللي زاروا. نعم زياراتهم مقيمة، نشكرهم تعازرهم معنا ومواساتهم، لكن المهم هو في العمل وليس في الكلام الطيب. العمل قبل كل شيء هي إنقاذ من تبقى من المصابين بالمستشفيات ومعالجتهم ورعايتهم، هذا أولا. وثانيا كشف ملامح الجريمة، هذه جريمة، جريمة الفساد، اللي مخرجات الفساد كانت هذه الجريمة، هذه جريمة بشعة وقتل جماعي. فننتظر الأخوة في الداخلية وسيد وزير الداخلية واللجنة التي معه كشف كل ملابسات الجريمة، ليش صارت يعني، هل يبنى منشأ بدون توقيع مهندس على التصميم مثلا؟ هل يجوز 70 متر طول قاعة باب واحد؟ بالتأكيد الأهالي في بغداد يعني مفجوعين كما نحن، الكل مفجوعة من هذه هول الجريمة، هول المشكلة، هول الفاجعة. ولكن زيارات بعض الأخوة خففت، وهناك جماعات لم يتم استقبالها أصلا، لأنه يعني مشكل كبير، ولربما الأهالي مفجوعين من بعض الجماعات، من تقصيرهم، سواء من مواقفهم لا أعلم. أتمنى أنه من الدولة تكمل. ماذا عن هذه العوائل؟ 14 شخص من عائلة واحدة، 10 من عائلة أخرى، يعني إبادة جماعية صايرة. فالمفروض الواجب لا يكون فقط كلام طيب، وإنما فورا. الأخ الحلبوسي وعد بالبرلمان، ومشكورا للأخ دول رئيس الوزراء أيضا أنه قرروا بعض التعويضات، ونشكر أيضا الكادر الطبي بوزارة الصحة العراقية، نينوى، حمدانية، أربيل، دهوك، الذين قاموا بالواجب. ونتمنى من الحكومة تكمل مع المصابين اللي تشوهوا، بحاجة إلى معالجة لتخفيف من وطأة هذه المأساة، هذه الكارثة. فنعم مفجوعين الجميع، ولكن خففت هذه الزيارات، نعم، ولكنه عليهم ليس فقط بما وعدوا به، وإنما تنفيذ ما وعدوا به. سيد مؤيد أهلا بك. بداية السيد المطران في الحمدانية استقبل المسؤولين اللي ذهبوا إلى
تأدية واجب العزاء، لكنه أعلن عدم استقبال السياسيين. أيضا أعلن وأكد عدم وجود أي جهة سياسية تمثل أهالي الحمدانية أو المكون المسيحي في هذه المناطق أو في بغداد أو الحمدانية بشكل عام. ماذا تؤشر هذه أو هذا الموقف من المطران وأهالي الحمدانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار وإلى ضيفيك العزيزين وإلى كادر مشاهدي قناة الأيام. بدءاً يعني هذه الحادثة هي ليست بالجديدة في العراق، يعني هناك في الموصل حدثت حادثة العبارة قبل أشهر، أيضاً كانت هناك حادثة انهيار بناية في ساحة الواثق في بغداد، كلها بسبب عدم وجود معايير السلامة المهنية ومعايير الجودة في إنشاء الأبنية وعدم وجود يعني تخطيط صحيح وتنفيذ صحيح. يعني مثل هكذا مشاريع يجب أن تكون هناك تفتيش دوري من قبل الجهات التي مسؤوليتها الدفاع المدني لكي تشيك المداخل والخروج في هكذا قاعات أو أبنية، وأيضا توفر شروط السلامة. هذه القاعة للأسف من خلال يعني ما شاهدناه تفتقر إلى أبسط شروط السلامة، بالتالي هي مصيبة كبرى بسبب يعني الفساد الإداري والمالي المتواجد والذي انتشر بشكل كبير جدا في مفاصل الدولة. ما تفضلت به يعني عودا على سؤالك، أنا أعتقد أنه يعني أهالي هذه المنطقة فجعوا بشكل كبير جدا، وللأسف قد تكون بعض الجهات السياسية ومنذ اللحظات الأولى للحادثة بدأت تطلق تصريحات يعني هي تحاول أن تركب هذه الموجة. للأسف بعض الجهات تستثمر في الأزمات، من المفروض أن تكون الجهات السياسية والذي يمارس العملية السياسية يعني خبير في إدارة الأزمات والتخفيف عن عبء الناس، لا أن يستغل هذه الأزمات من أجل إطلاق تصريحات يعني سياسية لكي قد تكون هناك خلافات بين جهات معينة في جغرافية تلك المنطقة أو المناطق المجاورة لها، قد تكون أطماع معينة لجهات سياسية معينة في تلك الجغرافية. فبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات التي رأيناها على بعض الشاشات من قبل بعض الشخصيات التي تعتبر نفسها سياسية واقعا كانت تستثمر بهذه الأزمة وتحاول أن يعني تستغل جراح الناس ودماء الناس، وهذا يعني واقعا لا يمت بالإنسانية بالصلة ولا للعمل السياسي المحترف والحقيقي من جهة أخرى. لذلك أنا أعتقد أن هذه التصريحات كانت برأيي أنها موفقة لكي تقطع الطريق أمام كل السياسيين، يعني ليس كل السياسيين، إنما قد كان هنا مقصود جهات سياسية معينة يدرك أهالي تلك المنطقة أنهم يريدوا أن يستثمروا في هذه الأزمة أو لهم يعني مشاكل قد تكون تاريخية أو لها بعد تاريخي بينهم. لذلك هناك كان استقبال رئيس الوزراء إلى الشخصيات الرسمية باعتبار أن رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير الداخلية يعني وزارة الصحة أيضا هي جهات حكومية وبالتالي لا تمثل جهة سياسية معينة. للأسف يعني العملية السياسية بعد عام 2003 لم تقم على أسس وركائز سياسية صحيحة، الاستثمار في الأزمات بل صناعة الأزمات هو كان يعني المشهد العام لبعض الجهات السياسية. صناعة الأزمات، هذه نقطة مهمة أنتقل لك بها سيد مهدي. ما مدى واقعية أنه ممكن أن يكون هذا الحادث هو بفعل فاعل كما أكد يمكن أهل العريس في هذه المصيبة؟ حقيقة أولا يجب على الحكومة أن لا تمرر هذه الحادثة مرور الكرام، باعتبار أنها واحدة من الأمور اللي تم رفعها ضمن المنهاج الحكومي القضاء على الفساد. إحنا ما نريد القضاء على الفساد، ولكن تحجيم هذا الفساد، الفساد المستشري حتى في 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 جميع مفاصل الدولة ومن ضمنها حتى بالأقضية والنواحي ولا كافة، والكل يعرف حتى بقضية الاستثمار، قضية بناء المشاريع، كل هذه الأمور يجب أن يكون هناك قانون يردع ويكون هو المحاسب، وهو يكون يعني إذا مرت هذه 100 ضحية، 100 شاب، 100 امرأة بمرور الكرام، فأقرر على العملية السياسية السلام باعتبار لا حياء لمن تنادي بعد أكثر من هاللي يصير بالبلد. إلى متى يعني؟ إلى أين يجرون البلد؟ أما استغلالها سياسيا أعتقد هناك كثير من الضعفاء النفوس، كثير من الكتل السياسية اللي المتهرئة التي تعتاش على الفوضى دائما، نتمنى أن يوضع حد لكل التصرفات من كل الكتل السياسية. الآن دم العراقي أصبح يعني رخيص مع كل الأسف باعتبار الاعتياش على هذه الدماء أصبح لعبة بيد هؤلاء. لهذا السبب يجب على الحكومة وعلى السياسيين وعلى البرلمان وضع حد لهذا الأمر. أما
مفتعلة غير مفتعلة بعد الأمر اللي انتهى وراح وصار. نتمنى أن نكون للقادم، لأنه هذه ليس الأولى، ولا أتمنى أن تكون، أتمنى من الله أن تكون هذه الأخيرة، باعتبار يجب تطبيق كل معايير الأمنية الاقتصادية السياسية، كل هاي تطبق، والقانون فوق كل هذه، على كل خطوة، على كل عمل موجود في العملية السياسية، من ضمنها هذه المشاريع التي تبنى على 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 أراضي غير صالحة، مغتصبة، زراعية، غيرها كثير، ليس فقط في الحمدانية موجودة هذه الأمور، ترى في كل العراق موجودة، في بغداد ما موجودة، بالعمارة، بالبصرة، بالناصرية، كل المكانات يجب أن تراعى، يجب أن يكون هناك محاسبة لهذه الأمور، والحد من انتشارها، ووقف هذه نزيف الدم اللي يروح بها شبابنا. احنا مثل ما ذكر اخونا انه قبلها كانت كثير من الحوادث، مول الكرادة، مستشفى ما تخلي بها معايير السلامة، لعد وين واصل الفساد. تم اغلاق هذه المستشفى في مدينة المرسل، لكن تبقى انه قضية استثمار هكذا حوادث ومصائب. اعود لك يا سيد ينادم، اقتراب الانتخابات المحلية الى اي درجة حفزت السياسي على استغلال هذه المصيبة بالضد من المنافسين؟ يعني قبل شوية جنابك علقت على سيادة المطران او غيره، قال انه الممثلين لا يوجد من يمثلنا. نعم. بالتاكيد يعني ردت فعل البلده والمطران وكل اساقفه العراق، ردت فعل يعني وصلنا لخيبه امل من مجلس النواب عندما لم يعدل قانون الانتخابات بناء على طلب كل المسيحيين ليكون وفق المعايير الدوليه كما في ايران وكما في الاردن وكما في رومانيا وهكذا، ليعطى فرصة للمكون المسيحي، لهذه المقاعد الكوتا مخصصة للمكون المسيحي وليس لواحد ما نعرفه من يصوت ولا هو لا يعرف لمن يصوت. هذا الذي حصل، واثنين من النواب الحاليين من أبناء بغدادة، ولكن ردت فعل السيد المطران يعني من حقهم إذا يشعر أنه أكو جماعات ترقص على جراحاتهم كما تفضلتم أنتم، تستغل هكذا يعني هكذا فواجع تستغل لمصالح حزبية، بالتأكيد يرفضوها، لكنه لم يرفضنا، نحن ذهبنا وشاركنا وأصلا مستمرين بالدعم لحد الساعة من كل الجوانب، حتى من طهران يعني دي يوعدون اشتردون دزلكم، ومن بغداد شيوخ، ومن بصرة، من أنبار، فمستمرين بالتعاون، لكن ما عندنا مشكلة احنا لا مع المطران ولا مطران رفضنا. أيضا في ذات الوقت سيد ينادم، استثمار أو استغلال هذه الحادثة ما زال مستمر من قبل الكثير من الجهات، خصوصا في هذه المنطقة الجيوستراتيجية التي تعتبر مهمة جدا للكثير من الأطراف. كلام صحيح، وليس صحيحا أن تطلق تهم ضد هالجهة أو تلك الجهة قبل صدور النتائج التحقيقية، اللجنة التحقيقية برئاسة السيد وزير الداخلية حسب ما وعد به أنه يوم السبت سيعلن التفاصيل. أنا أقول أنه هذه المخالفات كلها كيف عبروا بكل شيء، عن الزراعة، عن دائرة العقارات دولة، عن البيئة، وعن المدري الدفاع المدني وإلى آخره، بدون كيف حصلوا موافقات. بالتأكيد أكو جهات مستثمرة، جهات داعمة، اللي خلت أنه هذا الإنسان يعمل هذا الشيء بدون مواصفات، لا مواصفات فنية ولا شروط ولا شيء. ليس فقط هذه البناية، الفساد يحرق البلد، يعني مو بس يحرق البناية هاي، الفساد ده ينخر بالبلد، وليس فقط بالأبنية، يعني حتى بالأدوية وحتى بكل شيء. أكو عندك شروط عمل مواصفات، أكو سيطرة نوعية غائبة على العراق منذ تأسيسه، تبنى المعايير الدولية اللي هي بريتش ستاندر، كان في حين المواصفات البريطانية، لاحقا بالسبعينات تبنينا نحن بزمننا المواصفات البريطانية والأمريكية حتى نلتزم بها. لا هسه على الأقل يعني أبسط المواصفات يمكن يجب الالتزام بها، التحقيقات يمكن راح تحسم هذا الموضوع خصوصا الاتهامات. لكن سيد مؤيد، هذا الحادث سواء كان مفتعل ومقصود أم غير مفتعل، المنافسة السياسية خصوصا في هذه المنطقة المهمة اللي عليها منافسة سياسية شديدة، تعتقد أنه راح هذه المنافسة تؤدي إلى تكرار هذه الحوادث ولكن بشكل مفتعل 100%؟
سيدي الكريم، يعني ليس من باب الصدفة أن يكون بعد يوم أو يومين حادث التسمم في منطقة كركوك تحديدا في الحويجة، في أيضا مناسبة عروس، وهناك تم إلقاء القبض على 3 لا نعرف لحد الآن نتائج التحقيقات، يعني تسمموا بتسميم أكثر من 50 شخص في منطقة الحويجة. يعني هذه المناطق هي مرتبطة جغرافيا، وكما تفضلت هي منطقة جيوسياسية ومهمة جدا، ليس فقط يعني لجهات سياسية داخلية، بل حتى جهات دولية وإقليمية لها مطامع ولها مصالح في تلك المناطق. لذلك أيضا يعني عدم الاستقرار السياسي فيها، عدم وجود تمثيل سياسي صحيح كما تفضل السيد النائب ينادم أن هناك كانت مطالبات بتغيير قانون الانتخابات، يعني هذه كلها الأمور يعني قد تكون بشكل أو آخر يعني تؤدي إلى هكذا احتقانات، إلى استغلال هكذا حوادث. وأنا لا أستبعد، يعني أنا أقول مجرد احتمال، كنا ننتظر التحقيقات المهنية والموضوعية من قبل الجهات المختصة، لكن وإن كانت هذه القاعة لا تحتوي على شروط السلامة وفيها سقف يساعد على يعني مواد يعني مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال أو تساعد على الاشتعال، لكن لو نلاحظ أنه بلحظات يعني سرعة انتشار الحريق في يعني مدى 70 متر بهذه السرعة، بحيث أصبح الناس محصورين في تلك السبعين متر، 70 متر مهينة، يعني سرعة انتشار الحريق في القاعة، أيضا انطفاء الكهرباء كما سمعنا من شهود عيان بنفس لحظة بدء الحريق، يعني هذه كلها مؤشرات تدعنا نفكر قد تكون هناك احتمالية يعني أن يكون هذا الحادث مفتعل، وقول احتمالية، وننتظر يعني تقرير السلطات المحلية. لا ننسى أن هناك يعني الاستقرار السياسي اليوم الذي تشهده العملية السياسية أو هذه الحكومة والدعم النسب يعني الكبير داخليا والإقليمي والدولي قد لا ترتضيه لا بعض الجهات الداخلية والخارجية، وتريد أن تشوش وتحدث الفوضى هنا وهناك. يعني هذه المناطق هي مناطق مهمة جدا تحتوي على أقليات، هناك من يريد أن يضرب السلم الأهلي في مناطق العراق. قبل فترة كانت هناك يعني محاولات لإثارة الفتنة في كركوك. هذه الأمور يعني لا أعتقد يعني ممكن أن دعها في باب الصدفة. قد تكون هناك أيادي خبيثة تحاول أن تستغل الأزمات، بل تصنع الأزمات من أجل تقويض السلم الأهلي في تلك المناطق، من أجل إعطاء صورة سلبية على أن هذه الأوضاع أو الوضع السياسي غير مستقر. لذلك للأسف أعود وأقول أن هناك بعض الجهات السياسية وبعض الشخصيات تستثمر في دماء الناس، ومن يتابع اللحظات الأولى والساعات الأولى على بعض الشخصيات بدون ذكر اسمها خرجت وبدأت تطلق اتهامات جزافا على تلك المناطق، ومن يمسك الملف الأمني ومن حرر تلك المناطق، هنا كل من يمتلك يعني أو له حسابات مع جهات معينة أو حقد داخلي على جهات معينة سواء ينطلق من منطلقات قومية أو طائفية، رأيناها في الساعات الأولى لهذه التصاريح في لهذه الحادثة. لذلك أنا أقول أن هذه الحادثة هي ليست فقط حادثة يعني عدم توفر السلامة، لكن حادثة قد تكون لها يعني أبعاد سياسية وأبعاد اجتماعية وأذرع داخلية أو خارجية تريد العبث في أمن العراق في تلك المناطق. سيد مهدي، يمكن قبل إخماد الحريق انبرى بعض النواب والسياسيين للمطالبة بإقالة محافظ نينوى، يعني ممكن أن تكون إقالة محافظ ومسؤولين الدوائر الأخرى في المحافظة هي الحل، هل كانوا يبحثون أصلا عن حل لو عن استثمار لهذه الفاجعة؟ لا، شوف، اللي يستثمر دم ابن بلده لا بارك الله به، لا بي ولا بكتلته ولا بحزبه، ولا خلف الله عليه، وإن شاء الله الله ينتقم من عندهم شر انتقام، هذا واحد. اثنين، إن كان حضرتك تعرف أن هناك انتخابات، وهذه الانتخابات قبل ما تكون هذه الحادثة كانت هناك خلافات، وكانت كل كتلة تريد تلعب على بما لديها من أوراق في الانتخابات القادمة. تغيير المحافظ ما أعتقد يوصل إلى مرحلة أنه أقتل ابن بلدي. تغيير المحافظ ما يستوجب أنه أو ما يعطي الحق إلى 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 شواذ، أنا أقول عليه أنه يحرق امرأة أو يحرق طفل، ما يعطي حق لأي بشر إن كان تريد غير محافظ. أكو طرق قانونية موجودة، انتخابات موجودة غير المحافظ. أما هذه الحادثة أن كان يعني مفتعلة، من اللي يريد يسوي؟ بس أريد أعرف إلا اللهم التافه اللي مرتزق اللي بايع نفسه يقتل ابن بلده ويحرق. يعني كلام سيد مهدي ترجح أن هذه الحادثة هي بفعل فاعل؟ لا، شوف يا اخوان، واضحه كانت. نعم. الاستخدام الاطلاقات الناريه او
الصعادات اللي نقول عليها احنا لا. داخل قاعة، احنا قبل كنا نشوف القاعات او البنايات، نشوف الدراج سلم النجاة، البيبان اكثر من باب للنجاة، اكثر من مكان موجودة، الطفايات، المستلزمات المطلوبة للحرائق، كل هاي كانت متوفرة. ولكن مثل ما ذكر اخوي العزيز استاذ منادن انه هذه الامور اصبحت بالماضي، يعني الاف 7000 مشروع بدون مستلزمات أمنية وصحية، كل هاي تبنى بمجرد إعطاء المبالغ فوق هذه الأمور وتمشية الأمور. إذن هناك غياب للقانون، فساد مستشري، يجب القضاء على اللي من إذا أنا حافظ على بلدي وما أريد تتكرر يجب أن يحاسب. والله أنا أتمنى يعدم كل من كان لديه أو يده في تلطخ يده في في في, في دماء هؤلاء الشباب الناس اللي كانت تبغى الفرح، ولكن مع كل الأسف. طيب سيد ينادم، أعود لك، الصراع الوجودي في هذه المنطقة المهمة جيوستراتيجيا، برأيك سيد ينادم إلى أين سيصل؟ إلى أي مدى سيصل؟ ما هي أبرز مخاطره؟ يعني طبيعة الحال يعني ليس دفاعا عن محافظ نينوى، ولكن حقيقة هي نينوى أنه لا توجد فيها قيادة وسيطرة موحدة، لا توجد يعني وحدة القيادة والسيطرة مفقودة. يعني هناك المحافظة مجزأة مقسمة إلى أكثر من 3 إلى 4 مناطق نفوذ لجهات متعددة. الصراع الأكبر هو الإقليم والبغداد اللي هو على المناطق التنازع. ثانيا بعدين عندك المنطقة سنجار، السنجار منها تدخل إقليمي سواء تركي ولا غيره ولا فككة. وبعدين مناطق أخرى اللي هي داخل مدينة الموصل، هناك بعض الجماعات يعني آسف أن أقول مؤلم جدا، نعم نقيم دورها في ظرف ما، لكن اليوم خلص انتهت هذا الظرف، كلها مشاريع اقتصادية ولا كذا ولا غيره، يعني مشكلة حقيقية بالموصل. فإذا احنا نروح نقيم محافظ ليس دفاعا عنه، نقيم محافظ نينوى ولازم نقيم كل المحافظين بالبلد، لأن ماكو محافظة ما صار بها حرائق هالشكل. لكن ربما كل المحافظين وعديد من وزراء المختصين شلون تقبل فيك مواصفات؟ شلون تقبل انت بدون موافقات؟ وشلون انت ساكت؟ بعدين اذا كل 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 مشكله وراها جهه سياسيه معينه تدعم هذا المشروع وتدعم هاي اللجنه الاقتصاديه وتدعم هاي المدري ايش، مشكله على رئيس الوزراء ونطالبه ونتوسل باخوه بالاطار وحلفائهم ان يسمحوا لتطبيق وتنفيذ برنامج الحكومي في محاربه الفساد وتطبيق الشروط والمواصفات والسيطرة النوعية وإلى آخره. كفى. طيب. إلى متى يصبح الشعب ضحية هذا الفساد؟ هؤلاء شهداء. طيب. الفساد ترى. نعم. الشكر جزيلا لكم النائب السابق ينادم كنا، كنت ضيفا كريما، شكرا لك، والشكر جزيلا لكم عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي السيد مؤيد العلي، وشكرا لكم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مهدي عبد الكريم، شكرا لك. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. خلافا للتعليمات، وزارة التربية تماطل في إعداد المناهج الدراسية الخاصة بجرائم الحزب المنحل ودعوى قضائية لحسم القضية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، معاون مدير عام دائرة الضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء السيد كفاح حيدر، أهلا بكم سيد كفاح، وأيضا الترحيب بالأستاذ التربوي داود الحلفي، أهلا بكم أستاذ داود. حياك الله سيد. أبدأ معك سيد كفاح، وفقا للمادة 17-14 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، تكون وزارتي التعليم العالي والتربية ملزمتين بتنفيذ هذا القرار بإدخال
وإعداد مناهج للتعريف بجرائم حزب البعث المنحل. ما مدى يعني ملاحظاتكم، ما مدى التزام التربية والتعليم العالي بهذا القرار وهذا القانون حتى الآن؟ بدءا شكرا لكم لهذه الاستضافة، وأود أنه أشير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعدت منهاجا لجرائم حزب البعث، وهذا المنهاج سوف يدرس في العام الدراسي 2023-2024. على الرغم أنه لدينا بعض الملاحظات التي أبديناها على هذا المنهاج، وأيضا تم إرسال هذه الملاحظات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي خطوة تبدأ يعني مثل من أنه الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. بدأت وزارة التعليم العالي هذه الخطوة اللي شكرنا فيها وزير التعليم العالي الدكتور نعيم العبودي لجرأته في تصديه لهذا الملف و إعداد المنهج من قبل الوزارة وطرحه إلى الجامعات الأهلية والحكومية لغرض تدريسه. أما بالنسبة لوزارة التعليم، وزارة التربية عفوا، وزارة التربية لا تزال متلكئة في هذا الجانب لحد هذه اللحظة، على الرغم من مرور سنوات عديدة على تشريع قانون رقم 2 لسنة 2016 والخاص بمؤسسة الشهداء. هذا التلكؤ كانت هناك لجنة مشكلة من المؤسسة ووزارة التعليم العالي وتحت إشراف ورعاية لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والضحايا في مجلس النواب العراقي، وقد عقدت الكثير من الاجتماعات مع الجوانب المختلفة سواء وزارة التعليم أو وزارة التربية ومؤسسة الشهداء، ولكن لحد اليوم وزارة التربية متلكئة في هذا الجانب ولم تقوم بأي إجراء ولم تتقدم خطوة واحدة في هذا الاتجاه. سيد داود أهلا بك مرة ثانية. أهلا بك أستاذ. برأيك شنو السبب اللي خلى وزارة التربية تطبيق هذه المادة القانونية بإدخال يعني هذا المنهاج بتعريف الأجيال بجرائم حزب البعث المنحل؟ يعني هذا قانون طبقته وزارة التعليم العالي ولو كان بعض الملاحظات يمكن من المؤسسة عليها، التربية ليش متلكئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ بشار ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الأيام الكرام. حياك الله. أعتقد التلكؤ ما يأتي بصورة متعمدة بالتأكيد، ولكن لضرورة دراسة هذا العنوان اللي هو جرائم حزب البعث وهل يتلائم مع عمر الطالب في التربية، التلميذ في الصف الأول والسادس والخامس، وهل يتناسب مع قدراتهم الذهنية أم يصار هذا القانون في مراحل متقدمة كانت تكون الإعدادية ومن ثم الجامعات ليلتحق مع وزارة التعليم العالي. وأعتقد وزارة التربية كان عندها رأي أنه تصدر كتاب اسمه حقوق الإنسان وتشير كل الجرائم اللي موجودة اللي ارتكبها حزب البعث العربي الاشتراكي وهي معروفة للجميع، فأنا من هذا الباب أعتقد هي ما متلكئة بشكل مقصود وإنما دراسة ذهنية التلميذ في المرحلة الابتدائية لا تتناسب بهذا الضخ الكبير والإجرام والعنف اللي ممكن أن يولد لديها إفرازات أخرى قد تكون في غنى عنها وزارة التربية. لكن أنا أؤيد تماما ما ذهب إليه وزير التعليم العالي، وأيضا أؤيد وأطالب وزير التربية بتدريس هذا المنهج في المراحل الإعدادية تحديدا لأنه يتناسب بذهنية الطالب ووضع المجتمعي ويستطيع أن يميز كيف يدرس هذه المادة ويتقبلها وكيف يطبقها ويرفضها في الواقع الاجتماعي. تعتقدون سيد كفاح أنه وزارة التربية وضعها شوي يختلف عن وزارة التعليم العالي حسب الشريحة اللي تعني هذه الوزارة بأنه ممكن بحاجة إلى تدقيق هذه المواد، بحاجة إلى وقت أكثر لإعدادها؟ اولا الوقت اللي صار يعني احنا من 2016 واحنا اليوم في عام 2023، سبع سنوات تقريبا على تشريع القانون. ايضا التربيه تبدا من مثل ما معروف يعني التربيه تبدا من الاسره وثم المجتمع عفوا المدرسه والمجتمع ووسائل الاعلام. المدرسه هي ثاني الاسس التي يقوم عليها الشخص او الانسان او الفرد في تربيته وتعليمه، لذلك المدرسة سواء بالابتدائية وصعودا يجب أن ندرس هذه المادة، وأنه هي مادة نقدر نعتبرها مثل مواد التربية الإعلامية
التربية الإعلامية التي تحصن الفرد أو الطالب خصوصا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة من المؤثرات الخارجية وما تثير وسائل الإعلام من تأثير وإقناع للفرد. لذلك المدرسة الابتدائية هي البذرة الأولى والإعداد الأول لهذا المنهاج، أن يكون يبدأ من الابتدائية وصعودا لتعريف الطالب بحقوقه وأيضا بما يتجنبه من الأنظمة الدكتاتورية التي قامت بها الأنظمة الدكتاتورية من جرائم، ولكن بأسلوب بسيط. يعني لا نزال نتذكر يعني في الابتدائية مرحلة نشيد البلبل الفتان مثلا، هذا النشيد بقى راسخ في الأجيال على طول الأجيال. حتى إحنا اللي صار لنا 40 أو 50 سنة خلصنا الابتدائية لا نزال نتذكر هذا. لذلك يجب أن نزرع البذرة الأولى. لكن في أي مرحلة؟ هذه أيضا نقطة مهمة نظرا نبدأ من المرحلة الطبيعة العمرية وفكر الطالب إذا كان يعني ما زال بالمرحلة أعتقد الابتدائية. أعتقد الطالب يبدأ بتبرر شخصية الطالب أو الفرد عند الصف الثالث الابتدائي. من الصف الثالث الابتدائي صعودا نستطيع أن نضع المنهاج وبشكل مبسط للتعريف بجرائم قد حدثت في العراق، وهي جرائم بشعة مست شرائح كثيرة من المجتمع العراقي ولا تزال آثارها لحد هذه اللحظة في المجتمع. ولذلك اتجاهات اليوم في القوة الناعمة أو الترويج لوسائل الإعلام التي تروج للزمن الجميل، اليوم أطفالنا بدأوا يتساءلون ما هو الزمن الجميل، من هو صدام حسين، من هو حزب البعث. لا. وهم أطفال يعني لا يزالون في سن الأول ابتدائي أو قبل حتى دخولهم إلى المدرسة يتساءلون. واليوم الطفل مطلع بشكل تام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإعلام الجديد على الكثير من التفاصيل الحياة. لذلك الطفل فعقل الطفل في هذه يعني في هذا العصر غير اللي كنا عايشين في تحت ظروف العراق المغلق. اليوم العراق مفتوح على كل الجوانب وخصوصا وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد الذي له تأثير كبير على عقول الأطفال ويزرع فيهم ويغرس فيهم ثقافات كثيرة. لذلك نبدأ في التدريس مادة جرائم حزب البعث وبشكل مبسط من الابتدائية وصعودا لكي نحصن كل أبنائنا ومن خصوصا الأجيال الجديدة نحصنهم ونعرفهم بحقوقهم حقوق الإنسان، ونعرفهم أيضا ما هي الطغاة وما هم الدكتاتور وما هو الدكتاتور وكيف نتوقع من هذه الأمور. طيب سيد داود، يعني كما ذكر سيد كفاح أنه وقت طويل أخذت وزارة التربية يعني ما نشوف أنه عدم اهتمام بهذا تطبيق هذا القانون، هذا ما يشير أو يثير شكوك أو حتى تساؤلات عن مدى جدية وزارة التربية بتطبيق هذه المادة القانونية أو تطبيق هذا المقرر وتدريسه؟ يعني بالتأكيد هي الفترة من 2016 إلى يومنا هذا قد تكون فترة قابلة للنقاش والمساءلة، لماذا هذا السكوت على هذا القانون، يا أما القبول أو الرفض وبالتالي إعطاء رأي واضح. أنا أعتقد عدم الاستقرار السياسي وعدم القناعة بما يطرح، لأنه المراحل الابتدائية مراحل طفولة حقيقة، وممكن اللي نريد نحصنهم باتجاهات معينة ممكن ينقلب بالضد لهذا المجتمع ويصبحون هم في خارج سياقات العدالة الاجتماعية، لأنه من تشوف تنطي صورة لأشخاص يرمون من فوق البنايات أو أحياء يدفنون وتقول لهذا الطالب بالصف الثالث والرابع ابتدائي هكذا كانت الحال، هذا ما يميز هل هذه حالة صحيحة أو حالة غير صحيحة. لكن احنا أيدنا أيضا في بعض الحالات أنه تصدر ملصقات إدارية في مراحل المتوسطة موسومة بعلامة X أحمر لهذه التصرفات إلى أن يصل للإعدادية، يصبح المنهاج عنده جاهز فتكون عنده مقدمات يعرف أنه هذه الجرائم جرائم مرفوضة ومارسها حزب حقيقة شمولي وحزب غير مستقر ذهنيا وعقليا، وكانت الطاغية هو اللي يدير هذا المنهاج. فبالتالي أنا أعتقد وما زلت أصر على أنه الابتدائية يجب أن تبعد عن هذه المشاكل وعن هذه الأفكار. سيد داود، يعني ما يمكن إدخال مادة بشكل المبسط اللي حضرتك ذكرته إلى مثلا الثالث متوسط والرابع والخامس أو من الرابع والخامس والسادس مثلا، يعني المادة يجب أن تدخل في المنهاج الدراسي يعني بأي طريقة تقدم، كملصقات أو منشورات بسيطة مثلا، مو شرط منهاج يعني محكم ومتكامل. نعم، أحيانا إحنا وما زلنا لحد الآن
عندما نريد نرفض حالة أو نوصل حالة الرفض لدى ذهنية الطالب نعلق ملصقات على جدار المدرسة وموسومة بعلامة إكس أحمر، يعني حالة خطأ ولا يمكن القبول بها، يمر عليها الطالب وهو حقيقة ينظر إليها ويفسرها ذهنيا بما يتلائم ذهنيته. أما نفرض عليه فرض مادة أعتقد ما تلائم وياه وقابليته، لكن بالثالث متوسط الأول متوسط ممكن أن تكون ملصقات أو ممكن يكون كتاب على شكل صور كلها مضروبة إكس، مثل ما كان عندنا الأطلس في خرائط وفي أمور أخرى كان بشكل جميل. أيضا هذه الملصقات ممكن تحفز الطالب على البحث وعلى التساؤل لماذا هذا الملصق ولماذا هذه الصور ومن كان يفعلها، يصل إلى مرحلة الإعدادية يجد الكتاب أمامه يوضح له كل هذه الحالة، وبالجامعات أيضا موجود، تصبح الفكرة جاهزة لديه ويتقبلها ولا يتأثر بها ذهنيا أو خلايا دماغه، لأنه أنا من علمه أن هناك دفن للأحياء وهو بالابتدائية ورمي من فوق البنايات وقتل وحرق وما شابه ذلك وقتل بالصوت وأمور أخرى كثيرة. حقيقة المواطن الكبير ما يحب ينظر إليها لأنه حالات بشعة ومستهجنة ومرفوضة من العقلية البشرية، فما ما أعتقد التلميذ في مرحلة الابتدائية قادر على الاستيعاب أو القبول، وإنما نولد عنده حالة استنفار واشمئزاز لهذا المنهج وبالتالي ما يستفاد منه فقط إضاعة للوقت. طيب سيد كفاح، يعني التربية ما ناقشت معكم آلية تقديم هذه المادة للطلاب الصغار أو الطلاب بالمرحلة المتوسطة كما يعني ذكر مثلا سيد داود اللي هو تربوي ومختصة، أكو طرق يمكن مختلفة لتقديم أي مادة دراسية أو مادة اجتماعية إلى الطلبة والتلاميذ وفق سن معين، ما ناقشت التربية معكم هذه الآلية؟ أود أن أعقب على سيد داود. تفضل. بدءا ربما هو يتذكر أنه كان هناك نشيد أنا جندي عربي مثلا لا تزال راسخة في أذهاننا هذه البندقية، وكذا هذه أسست إلى سياسات أنه اليوم الجيل اللي جينا أو الجيل اللي قبلنا بدأ يذكر الأجيال اللي قبله أنه الوطن وأنه صدام وأنه كان قوي وأنه كان زمن جميل. أنا جندي عربي طلعنا المجتمع كله عسكر. لا لا نعم، أنه زمن الجميل، لا عاد الزمن الجميل من اللي يقوله اليوم؟ هو كل الجيل يقول الزمن الجميل جميل، العسكر من عسكرة المجتمع كان زمن جميل، إحنا عشنا المعاناة. أقول أنه الطالب يجب أنه نبث في صورة، ليس الصورة اللي ذكرها السيد داود أنه رمي من السطوح، أو لنذكره بتجفيف الأهوار، هذه جريمة من جرائم اللي ارتكبها النظام المباد، هذه الجريمة نقدر أو نذكره بقتله الحيوان الطيور المهاجرة التي كانت تأتي للعراق، واليوم يعني ما نجدها اليوم بالعراق نتيجة تجفيف الأهوار، نتيجة تجفيف المسطحات المائية الكثيرة اللي كانت في العراق. طيب. عودا على بدء سؤالك سيد الفاضل، احنا عقدنا اجتماعات كثيرة مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وكان فيها السيد مدير عام المناهج الدراسية هو عضو لجنة مع مؤسسة الشهداء، وطرحنا الكثير من الوثائق وكثير من الأساليب، وأيضا كان بودنا أن تشترك معنا وزارة الثقافة من خصوصا المسرح، أنه هناك يكون المسرح يكون جوال للطلبة مثلا في المدارس، هذه أيضا كانت واحدة من الأفكار اللي كنا نتداولها في خلال اجتماعاتنا. قدمنا إلى وزارة التربية وإلى وزارة التعليم العالي الكثير من الوثائق، وأيضا قدمنا لهم منهج أو كتاب. أكو تجاوب من التربية؟ كان هناك مدير عام المناهج عندنا، لكن تعرف انه بالاجتماعات يسجل وبعدين احنا ما يجي وبعدين غيره، اجت احدى الخوات الفاضلات اللي صارت عضو في اللجنه، وايضا استمرت هذه يعني التعطيل من قبل وزاره التربيه في استمرار. اذا ماكو تجاوب. طيب المحاصصه سيد كفاح، المحاصصه ممكن ان تتجاوز القانون النافذ وتطبق على الهوى، هوى الوزاره او هوى الوزير؟ القانون قانون مؤسسة الشهداء هو قانون خاص، لذلك هو يقيد القانون العام. نعم. لذلك إلزام، والفقرة القانون الفقرة في المادة 17 تقول تلزم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بإعداد منهج بالمشاورة أو مساعدة من قبل منهج يسمى من جرائم حزب البعث بمساعدة مؤسسة الشهداء، ومؤسسة الشهداء قدمت الوثائق وأيضا قدمت كتاب مكتوب مؤلف تقريبا من 400 صفحة. طيب. إلى وزارتي التربية والتعليم وأيضا وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. طيب سيد داود،
فعلا يوجد تغلغل بعثي في وزارة التربية ما منع تنفيذ هذا القانون أو محاولة إيجاد صيغة لتطبيقه بأي آلية كانت حسب ما ترى دائرة ضحايا المؤسسة؟ طبعا أنا لا أستبعد هناك عدم رغبة في وزارة التربية بإصدار هذا القانون لأنه ما زال في الفكر البعثي في بعض الشخصيات اللي تقود هذه الوزارة موجود، وأعتقد عدم الاستقرار السياسي، وحضرتك ذكرت المحاصصة أيضا، وأيضا ضعف القوانين اللي ما حد يحترمها وما حد ينفذها، مؤسسات هشة غير قادرة على إلزام الآخرين بتنفيذ ما تراه مناسبا لعملها وأسلوبها الاجتماعي. وأعتقد أيضا أنه التربية بالخط الابتدائي على الأقل بالمرحلة الابتدائية ما عندها استعداد أن تقوم بهذا الإجراء، قد تكون في المرحلة المتوسطة قابل للنقاش، وهذا أكيد رأي موجود. والإجرام مو من السهل أن ندرسه للأطفال، والحالة اللي ذكرها الأستاذ كفاح حالة واقعية وحقيقية أنه ممكن أن نشير إلى تنشيف الأهوار وقتل الطيور المهاجرة، لكن ما نقدر نربطها بأنه جريمة من جرائم حالة معينة. أهم إحنا نعرف أنه الجريمة هي قتل النفس يعني وقتل البشرية والقضاء على حريتهم والقضاء على وضعهم الاجتماعي. أنا أعتقد الوضع السابق كله كان عبارة عن عنوان كبير لجرائم متعددة، وهذا ما يفهمه حقيقة. ما زلت أصر على رأيي على اعتبار أنا متخصص بالشؤون التربوية، عقلية التلميذ ما تتقبل هكذا حالات، مو بس عقلية التلميذ، أكو حالات تدريسية ما يتقبلوها لأنه يقول لك هذا إجرام، أنا أدرس الطالب على إجرام، تعرضهم لكم ببوسترات، تعرضهم في ندوات أفلام وثائقية، ممكن يشوفها التلميذ ويغادرها، فقط نغرز هذه الحالة في ذهنية التلميذ. أما ننطيه كتاب ويدرسه يومية ويشوفه يومية بالسبوع 5 مرات 6، راح تتولد إلا حالة نفور ذهني من هذه المادة، واضح، وممكن أن تصبح علينا وبال بدل ما إحنا نريدها حالة حقيقة رفض لهكذا. واضح. شكرا لكم الأستاذ التربوي السيد داود الحلفي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. شكرا جزيلا لمعاون مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء السيد كفاح حيدر، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.